بكم في الاتفاق. فوزير الان عاليه طويله راسيه الله ماضيه مدافع الهلال المميز الكوري جان هيونسو. عبد الله عطيف كان ضايع في الكره الماضيه. الكره واصله لصالح الحزم عند فرصه الحزم وتسديده وهدف مضاف على الوقت الاصلي في زمن شوط المباراه الثاني. كره ملعوبه محاولة لهتان عرضية لكنها مقطوعة. شوفينكو الله محمد يبحث عن كاريك على الجانب الأيسر. جودون وفي مكان المفضل يعطي الكرة بينية ركان الله يتدخل سامي الخيبري بتمريرة في محاولة في المساحات في المرتدات في خطورة الفيحة على هذا النحو على هذا النهج على هذه المساحات على هذه المرتدة في الجهة اليسرى محاولة أرضية والكرة هل يعود النصر؟ هل يتعادل النصر؟ حمد الله يلعب الكرة مباراة وكرة باتجاه بيتروس وتمريرة على الجهة اليمنى محاولة لجوليانو مر جوليانو عرضية خطيرة مرت خطيرة وكرة لسه في بدايتها يعني لا يزال موسم طويل يمكن أن يسجل الكثير من الأهداف بعد ذلك. موسى مر موسى مر موسى حمد الله حمد الله حامل اللقب كرة تصل من جانب السلطاني لا موسى موسى مر موسى عدى بشكل جميل خطيرة داخل منطقة الجزاء موسى لحمد الله سجل أم أنه سيضيع هذه سعد بكير في المرمى جول اللاعب سعد بكير يلعب كرة رائعة جدا مرت الكرة خطيرة إلى سعد يحاول سعد عرضية قوية الله لمسة تعود إلى الجانب اليسار الكرة مرت الآن لمصلحة ضمك الانطلاقة رائعة جدا لكن أعظم من اللازم اللائدة ناحية اليسار الكرة والمحاولة مرت الآن إلى سعد بكير رائعة جدا رائعة المحاولة الأخيرة الكرة العرضية التي تحضر وخطر بالرأس في هذا المساء الكرة ملعوبة في وسط الملعب جيانيني تفاريز الذي يفتقد لزميله في خط الهجوم عمر السومة الكرة ملعوبة للأمام الانطلاقة لصالح الشباب والتسديدة من أسبيرية راح يكون عنده 13 لكن الاتفاق اليوم فاز على التعاون الاتفاق راح 16 الكرة موجودة والتمريرة والفرصة الله شفنا الاتحاد عند الرغبة وعند الجدية من أجل التسجيل بعد كذا الفريق تراجع بدنيا لا زال ضعيف لكن الآن يعود